شو هي مواقف الدول الأفغان المحيطة في بغداد؟ كيف لنا كمسد وقسد وإدارة ذاتية أن نتصدى لهذه العملية العسكرية؟ نستطيع طبعا أن ننسق الجهات ذاتها من أجل طبعا هذا الاجتماع كان لمناقشة آخر المستجدات بخصوص العملية العسكرية التركية على شمال وشرق سوريا. طبعا ناقشنا جدية التهديدات التركية على شمال وشرق سوريا وتدابير اللازم اتخاذها من أجل وقف هذه العملية العسكرية بالطرق السياسية والدبلوماسية، طبعا إلى جانب دفاعنا ودفاع قواتنا عن هذه المنطقة ضد أي عملية عسكرية تركية لهذه المناطق. طبعا ناقشنا بشكل مكثف خطورة هذه المرحلة وأيضا أبعاد هذه العملية العسكرية والأهداف التي ترمي الدولة التركية تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية، خاصة أن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة لإيواء مليون لاجئ سوري على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، إلى جانب حدوث فوضى كبيرة إذا شنت تركيا العملية العسكرية سيؤثر في أمن واستقرار المنطقة وتنشيط خلايا داعش في هذه المنطقة. لذلك كان من الضروري جدا طبعا التطرق إلى هذه المواضيع بشكل كبير، وطبعا إلى جانب عقد اجتماعات جماهيرية من أجل توضيح الصورة للشعب ومدى خطورة وجدية هذه التهديدات التركية. Thank you.